في ظل القانون الإطار الخاص بالتعليم العالي في مادته خصوصا المادة 12 اللي كتكلم على إعادة هيكله وفق مخطط زمني محدد من أجل تنفيذه وكذلك يعني إنزاله بصفة تدريجية، كنلاحظوا واحد الارتباك في العمل الحكومي أو في الوزارة الخاصة بالقطاع خصوصا في ظل غياب مرسوم الدفتر المخطط البيداغوجي اللي يعني يمكن في ظل هذه الإصلاحات هذه في الحكومة المقبلة يجي وزير آخر ويلغيه كما وقع مع البشلور في الحكومة السابقة. فهنا كان يعني التنبيه ديالنا كفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية. كذلك تم سحب مواد أساسية في العديد من الاختصاصات وخصوصا أتكلم هنا عن القانون الخاص، ولا سيما أن هذه المواد تعتبر أساس القانون إذا تكلمنا على مادة المسؤولية المدنية ومادة العقود الخاصة اللي هي طبعا أساس المسؤولية القانونية. فلا يعقل لطالب بكلية الحقوق ما تكونش عنده دراية بقواعد ومبادئ مادة المسؤولية القانونية، وهو غدا إن شاء الله غادي يمتهن مهنة المحاماة ولا القضاء وغادي يكون عنده سلطة القرار على المواطن اللي أكيد غادي يشكل مشكل كبير مستقبلا. للأسف تم إلغاء النواة الجامعية اللي كانت مبرمجة في الحكومة السابقة وتم تخصيص لها واحد العديد ديال الإمكانيات المالية والمعنوية، والآن كتلغى هذه المخططات هذه. الآن ما كنشوفوش يعني كاين شي تعويض ولا شي حل يعني اللي غادي يحل هذه الإشكالية هذه. كيبقى هذا المخطط ولا البرنامج الإصلاح البيداغوجي اللي الآن كتكلم عليه الوزارة اللي الآن ما بيناش البوادر ديالو، خصوصا ونحن على 3 أشهر من الدخول الجامعي ولم يتم إشعار أحد من المعنيين بالأمر، ونحن على اتصال مع أساتذة جامعيين اللي هما المعنيين الأوليين بتنزيل هذا المخطط، وما كاين لا تحسيس ولا يعني إشعارهم بهذا الطريقة التنفيذ ديالو مستقبلا. وتم تعويض للأسف، احنا ماشي ضد المواد ولا المؤهلات ديال السوفت سكيل اللي هي اللغات والانفورماتيك طبعا هذه يعني مواد أساسية، ولكن ما يتمش إدراجها على حسب المواد الأساسية ديال عدة التخصصات.